السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نحضر معكم واحد الفطيره كتجي خطيره، واحد لاباط كتجي واعره هشيشه وكتدوب في الفم مع حشوه خطيره رائعه كتجي بنينه. خوتي خواتاتي الله يحفظكم الله يجازيكم بالخير، ديروا لايك للفيديو واشتركوا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. وندوزوا ان شاء الله للطريقه. بسم الله، عندي هنايا دقيق الفرص، دقيق رطب، عندي هنا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، وعندي كاس ديال الفينو او السميد الناعم. غنزيد عليهم قبيصه ديال الملحه، ونزيد شويه ديال الزعتر، وخميره فوريه معلقه كبيره، ونزيد خميره الحلويات ساشي وحده 8 غرام. وغادي نخلط هاد النواشف هكا مع بعضياتهم. هنا غادي نزيد نص كاس ديال زيت الزيتون، ما عندكمش ديروا غير الزيت العاديه نص كاس. ونبسبس هذا الدقيق مزيان، من بعد ما تخلط لي الدقيق مزيان دابا غادي نزيد الماء. غنضيف جوج كيسان ديال الماء، كاس الاول غادي نديرو دفعه واحده وغادي نخلط ونشوف عيني ميزاني. دابا غادي نزيد الكاس الثاني تدريجيا، غادي نزيد نص كاس ونعاود نزيد نص كاس لاخر بهذه الطريقه. صافي نص كاس لاخر غادي نخليه من بعد، وانا كندلك وكنزيد في الماء حتى تجمع ليا العجينه. صافي غادي نزيد الكاس كامل بالمجموع، تخلي جوج كيسان شرب ليا الدقيق، جوج كيسان ديال الماء، والماء دافي، الماء دافي باش كتخمر لينا العجينه. صافي وغادي ندلكو مزيان بهذه الطريقه، ندلكو بيديا بهذه الطريقه مزيان، نخبطو صافي حتى تجمع ليا العجينه، والعجينه كتجي على هذا القوام. صافي كتجي على هذا القوام، شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي. صافي دابا غادي نخليها تخمر، غادي ندير لها شويه ديال الزيت، ندلها الوجه بشويه ديال الزيت وغادي نخليها تخمر. صافي نغطيها ونخليها تخمر ان شاء الله. هنا عندي بصله وحده اللي قطعتها جوانح وشحرتها مزيان، صافي غنردها على جنب مع صدر ديال لاداند او الديك الرومي، درت صدر. صافي وغندير مع الفصوص ديال الثومه ونطحن كلشي بحال على هذا الشكل، نطحن كلشي في الهشوار بهذه الطريقه. صافي وفي نفس المقله غادي ندير بصيله مشلضه، غنشحرها شويه، عاد غادي نزيد عليها ديك لاداند الحمد بيبي، الصدر ديال بيبي. صافي غادي نزيد عليها ديك الصدر ديال البيبي وغنردو يتشحر، غيتشحر مزيان. ودابا في هذه المرحله انا درتو على البوطه كيتشحر، غنزيد له شويه ديال الملحه، وغادي نزيد شويه ديال البزار، شويه السكينجبير، وشويه ديال القزبر حبوب مدقوق، وشويه ديال الخرقوم. صافي هاد هي العطريه اللي غندير معاها. صافي وطبعا درت الزيت، درت جوج مغارف ديال الزيت باش يتقلى لي مزيان هاد لاداند، كتشحروه مزيان حتى كينش. صافي كيجي بهاد الشكل، كتجي هاد الحشوه خطيره. هنا دابا العجينه ديالي راها خمرات، صافي خليوها تخمر مزيان. انا ما غاديش غنطلقها هنا شويه، ولكن غنردها في بابي الفران، الكاغيط ديال الفران، غادي نردها هنا وغادي نديرها في اللاطه اللي غتدخل الفران، وغنقص لها هاد العجينه اللي عندي من الفوق اللي زايده، غادي نحيدها، حيدو ديك العجينه الزائده حيدوها. حتى حاجه طبعا ما كتر، ما غادي نعاود نصوب منها خبيزه صغيره ونطيبها. صافي غنثقبها بالفرشيط بهذه الطريقه مزيان، ندير عليها لاصوص، لاصوص بيتزا، لاصوص بيتزا اللي كنت شاركت معكم، راه عندي في القناه، كتجي خطيره، كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه. صافي غادي نسوي مزيان هذا لاصوص، صوص بيتزا. غنزيد هنا شويه ديال الفرماج، عندي فرماج احمر وفرماج موزاريلا، غادي نزيدهم عليه، نسوي مزيان هاد الفرماج، ونزيد ديك البصيله اللي شحرت.
صافي بهذه الطريقه ونسويها على العجينه كامله، نفرقها مزيان على العجين، على اللاطه كلها. هنا عندي فلفله خضراء، فلفله خضراء اللي قطعتها قطع صغيره، حتى هي غادي نديرها صافي بهذه الطريقه. هنا غندير لاداند، هو شحرته مزيان، شحروه مزيان حتى ينشف صافي هكا. وغادي نفرق مزيان ديك لاداند على الخضره اللي درت من التحت، باش يجي كل جهه فيها، ما تبقى حتى شي جهه خاويه بهذه الطريقه صافي. وهنا غادي نزيد الفلفله خضراء اللي درتها هكا رونديل دوائر، حتى هي غنديرها من الفوق، اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش. وغادي نزيد الزيتون، زيتون الكحل صافي. وغادي نزيد شويه ديال الفرماج من الفوق، نزيد شويه ديال الفرماج، وغنزيد شويه ديال الزعتر. والفران راني مسخناه مزيان، سخنته حراره مرتفعه بحال اللي غنطيب الخبز. وغندخل اللاطه ديالي للفران تطيب من التحت وتحمر من الفوق، وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها كي داير. هنا راني ضفت شويه ديال الزعتر صافي. ها اللاطه ديالي جبتها من الفران، ها الفطيره كتجي خطيره، كتجي رائعه، كتجي واحد المذاق فيها خطير صافي. دابا نتوما غادي تشوفوا، نقطع معكم واحد الطريف تشوفوها كيفاش كتجي، كتجي واحد لاباط هشيشه كتذوب في الفم رائعه، ومع ديك الحشوه خطيره. خوتي خواتاتي، الى عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا معايا. الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير، وبسلامة عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.